انت عارف ان انت لو عندك دومين باسمك تقدر تعمل عدد لا نهائي من الايميلات بنفس الدومين ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو الدومين بتاعك محمد صبري دوت كوم، انت تقدر يكون عندك ايميلات لا نهائية باسم الدومين زي info@محمدصبري.com، زي مثلا عباس@محمدصبري.com، محمد@محمدصبري.com، customerservice@محمدصبري.com، اي حاجة انت عايزها تقدر تعمل ده. فعلا السؤال هنا ايه اللي انا محتاجه عشان اقدر اعمل ايميلات باسم الدومين بتاعي؟ لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول واحد. لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان تشجعنا نكمل. لو عايز تعرف ازاي تعمل ايميلات لا نهائية باسم الدومين بتاعك خطوة بخطوة تابعنا بعد الفاصل. صبري من Way to E-Business، القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك. نتشرف بمتابعتكم لينا على كل مواقع السوشيال ميديا اللي انتوا بتفضلوها، انستجرام، فيسبوك، تويتر، لينكدين، كل الروابط هتلاقوها في الوصف اللي تحت الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في العضوية المميزة المجانية او مش عارف ايه هي العضوية دي وايه مميزاتها، هتلاقوا في لينك في الوصف اللي تحت الفيديو بيشرح مميزات العضوية وازاي تشترك فيها. هل انت عارف ان انت لو عندك دومين باسمك تقدر تعمل عدد لا نهائي من الايميلات بنفس الدومين؟ بمعنى ان لو انت الدومين بتاعك way2ebusiness.com تقدر تعمل ايميلات info@way2ebusiness.com مثلا. السؤال هنا اللي انت محتاجه عشان تقدر تعمل ايميلات باسم الدومين بتاعك، اولا طبعا لازم يكون عندك دومين نيم، ومن المواقع اللي انا برشحها لك انك تقدر تشتري منها الدومين ده هي شركة هوستجيتور. لو عايز تعرف ليه هوستجيتور بالذات كمل معانا الفيديو للاخر عشان تعرف. تاني حاجة محتاجينها مساحة على الانترنت عشان تستقبل عليها الايميلات او اللي بنسميها الاستضافة. هل كل شركات الاستضافة ممكن تعمل عليها عدد ايميلات لا نهائي من الدومين بتاعك؟ في الحقيقة لا، وده من احد الاسباب بس اللي بتخلينا نختار شركة هوستجيتور، لكن مش دي كل الاسباب. لكن خلي بالك الاستضافة مش عشان الايميلات بس، دي كمان تقدر تحط عليها موقعك، يعني 2 في 1. اهم الاسباب اللي بتخليني ارشح لك هوستجيتور هي ضمان استقرار موقعك. انا بتعامل مع هوستجيتور من حوالي 5 سنين، وفي الحقيقة هي من افضل شركات الاستضافة، وعندهم كل الخدمات اللي انت بتحتاجها. خدمة ما بعد البيع عندهم ممتازة جدا، بالاضافة انه بيديلك الدومين مجانا لمدة سنة، وبيديلك كمان امكانية اضافة شهادة الحماية الـ SSL Certificate مجانا، ودي الشهادة او الامكانية الخاصة بحماية موقعك والبيانات اللي على موقعك من الاختراق، وكمان عدد لا نهائي من ايميلات للدومين بتاعك مجانا، ده غير ان اسعارهم معقولة جدا. وعلى فكرة انا مش بعمل لهم اعلان مدفوع، لكن كل الموضوع ان انا بنقل لكم خبرتي في التعامل مع موقع هوستجيتور، وحسب لكم رابط الموقع في الوصف اللي تحت الفيديو. تعالوا نروح لشاشة الكمبيوتر ونشوف ازاي هنعمل ايميل مجاني باسم الدومين بتاعك على هوستجيتور. يلا بينا. اول حاجة بندخل على hostgator.com، ودلوقتي احنا في شهر ابريل 2020، واحنا جايبين لكم عرض من hostgator، وده مش اعلان مدفوع على فكرة خالص، انا مش واخد منهم اي فلوس عشان اعمل الاعلان ده، لكن هم فعلا شركة تستحق التقدير، وانا بستخدم hostgator بقالي 5 سنين. النهاردة مقدمين عرض ب2.75 تاخد ويب هوستنج بفري دومين ب2.75، فدي طبعا حاجة ممتازة جدا وسعر هايل قصاد الخدمة اللي انت بتاخدها منهم. خلينا بقى نرجع لموضوعنا. بعد ما دخلنا على hostgator.com هنبدأ نروح على customer login، نضغط على customer login، هيطلع لي شاشة choose your login، gator website builder ولا hostgator
كاستمر بورتال، انا هخش على بورتال لوجن. بعد ما دخلت على البورتال لوجن ببدا ادخل اليوزر نيم بتاعي واضغط على نيكست واحط الباسورد، وبعد كده كلمه لوجن بضغط على لوجن. اول ما بعمل لوجن هو بيدخلني على الداشبورد، بلاقي هنا الويب سايت بتاعي والاي دي، البلوج بتاعي. باجي تحت البلوج بتلاقي مانج باكج، بضغط عليها بيفتح لي الوورد بريس ادمن، ده عشان اعدل على الوورد بريس. الكاش سيتنج لو انا عايز امسح الكاش، الايميل اكاونت ودي اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، ديليت وورد بريس بلوج لو انا عايز اشيل البلوج بتاعي خالص واحط بلوج جديد، الاس اس ال سيرتيفيكت ودي لو انا عايز احط شهاده حمايه الاس اس ال واعمل لها مانجمنت، ودي الهوست جيتور بيديها فور فري مع الويب هوستنج. مانج الاف تي بي ده لو انا عايز انقل فايلات دايركت على جوه الويب سايت عندي من غير ما افتح الويب سايت، عايز انقل فايلز، عايز اعمل كوبي من فايلز، ديليت فايلز، عامل لي مشكله. السايت لوك والكود جارد ده اسلوب تاني للحمايه. احنا دلوقتي بما اننا عايزين نشوف ازاي هنعمل كرييتنج لايميل اكاونت، فهضغط على ايميل اكاونت وبننتظر لما الايميل اكاونت البلاتفورم بتعمل لودنج. هلاقي هنا مجموعه من الايميلز اللي احنا عاملينها، 1 2 3 4 ايميلات. طب انا عايز بقى اعمل ايميل تاني، هدوس على، هتلاقي تحت كرييت اكاونت ومانج السبام، انا هدخل على كرييت اكاونت وبيقول لك انت عايز تعمل كرييت نيو باسورد. هبدا احدد هنا في الادرس اليوزر نيم بتاع الايميل، طبعا الايميل هيبقى @محمدصبري.com لان انا الدومين بتاعي محمدصبري.com. فهبدا احط هنا مثلا way to e business. هنا انا ممكن اخلي الانبوكس مفتوح وممكن احدده بليمت، مثلا والله انا عايزه 100 ميجا بس. بعد كده عندي الباسورد بتاع الايميل، يا اما انا هحط باسورد او ممكن اخليه جنريت نيو باسورد هو يعمل لي الباسورد. فانا اختار باسورد وهحطه وهريبيت الباسورد. انا كده عملت الباسورد للايميل، يبقى الايميل هيبقى way2ebusiness@محمد-صبري.com. بمجرد ما هنضغط بقى على create account هيقول لك success way2ebusiness@محمد-صبري.com وsuccessfully created. تعالوا بقى ندخل على مكان تاني بيديهولك هوست جيتور عشان تقدر تاكسس على الايه الانبوكس بتاع الايميل ده. هنعمل نيو تاب، بيفتح لك الويب براوزر دي، بتبدأ تكتب فيها الايميل كامل بقى وتحط الباسورد ونضغط على لوجن. انت عندك هنا بيدي لك 3 انترفيسز، انا بفضل الهورد انترفيس وحدوس set as default، وبعد كده نضغط على هورد عشان ندخل على الانبوكس، والموضوع ده احنا بنعمله مرة واحدة بس. اهو كده فتح عندي عادي جدا الانترفيس، واقدر بقى ابعت ايميل عن طريق ان انا بضغط على نيو مسج وببعت الايميل بتاع عادي جدا، بكتب التو، بكتب السبجكت، ممكن احط اتاتشمنت زي ما انا عايز، وبكتب الايميل بتاعي هنا وبحدد البريوريتي بتاع الايميل. وبكده انا بقى عملت ايميل على هوست جيتور، وعرفنا ايه هي الستبس اللي اقدر اعمل بيها ايميل على هوست جيتور، واقدر اعمل اي عدد من الايميلز على هوست جيتور زي ما انا عايز. لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول واحد. لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان تشجعنا نكمل. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، اتمنى ان يكون الفيديو كان مفيد جدا ليكم. اتشرف بكل استفساراتكم في الكومنتس اللي تحت الفيديو، نتشرف بمتابعتكم لينا على كل مواقع السوشيال ميديا اللي انتوا بتفضلوها، انستجرام، فيسبوك، تويتر، لينكدين، كل الروابط هتلاقوها في الوصف اللي تحت الفيديو. كان معاكم محمد صبري من Way to E Business، القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.